السلام عليكم حبيبتي، كي راكم دايرين؟ غاية لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا حبيبتي، اليوم جبتكم واحد الفيديو شباب بزاف بزاف، مدلوك يجي مورق مقرمش، يجي واحد المدلوك شنو نقول لكم حبيباتي، يجي اكثر من رائع. خواتاتي تابعوا معايا غير فيديو من الاول تتالي. هنا قبل ما بديت الفيديو، شوفوا خواتاتي هنا في دارنا، شوفوا عندنا هاد القطوطه شابين بزاف نقيين تاع الدار كيما نقولوا. خليت القط تاعي في الدار، جيت هنا انا نبغي القطوطه، ما نكذبش عليكم، كيما نقولوا القطوط في الدار يعطيك واحد الطاقه كيما نقول ايجابيه. مام يقول لك القطوط ملاح في الدار خواتاتي، كاين اللي ما يبغوش القطوط، هي من احسن الناس. انا شفتهم في كل دار دروك راهم يربوا القطوطه، قطوطه ملاح. انا نبغيهم حيوان كيما نقول لك تهلي فيه، كيما نقول لك توكلي وتشربيه، والله العظيم يدخلك للجنه خواتاتي. شوفوا هنايا عجبتني هذا اللقطه، كيما كانوا يلعبوا هادو عاد كي زادوا. دوك نوريكم هم مع امهم تاني، شابين بزاف. شوفوا هنا هادو خوت ثلاثة، زوج كحلين كي دايرين، وهذاك خوهم ابيض وامهم بيضاء. شوفوا هنا راهم يلعبوا، قعدت نصور فيهم، واحد ياكل في واحد. شوفوا هنا كي شابين ما شاء الله، عينيها زرقين، شابين بزاف خواتاتي. وهنا مع امهم هنا يترضع فيهم، عندكم هنا امهم كي شابة تاني. شوفوا كي شابين ما شاء الله، بغيت نشارككم. شوفوا هذا الاخر، انا تهمو اللي عجبتني، قلت والله نصورها نخليها يشوفوها المشتركات، سورتو اللي عندهم القطوط يبغوا القطوط. هذه هي خواتاتي. وقبل ما نبدا في الفيديو خواتاتي، ديولي داك الجام ودخلوا تشوفوا الفيديو تاع المدلوك. شنو نقول لكم حبيباتي، واحد المدلوك يجي روعه روعه. انا قلت لكم هنا في دارنا ماشي في داري، ياكم عارفين اللي قلنا نروحوا توجو الكوزينه، راكم عارفين ام كريم. هنايا بديت غادي ندير لهم شويه تاع القهوه، راكم عارفين نبغوا نديرو مسمن، نديرو حاجه. هنا درت شويه مدلوك، قلت والله هنصور، هاني دايرت لكم شحال وصفه تاع المدلوك، بصح هاد الوصفه شابه بزاف بزاف بزاف. هنا درت السميد، درت لنا خواتاتي، درت واحد الكيلو سميد على حساب 3 كيلات تاع سميد، درت معاها نص كيلو تاع فرينه، زدت درت الملح على حساب الذوق. شوفوا خواتاتي شتوني درت هذيك المغرف تاع العسل، هذاك العسل خواتاتي يعطيكم واحد اللون، هذاك شتو لا كولور في الاول كي شتو هذاك المدلوك يجي احمر وجهي مقرمش، يعطيكم لون شباب وحمر، يجيكم احمر ما شاء الله. هنا شوفوا السميد انا شتاه شويه ما عجبنيش خواتاتي، بصح راكم عارفين ترقيه ترقيه. حاجه الاولى درت كيله تاع الماء، نفختها بشويه ديك كيله تاع الماء وقعدت ندلك فيه، زدت الكيله الزوجه الماء. هنا درت اخواتاتي شويه دافي حامي، شويه ماشي حامي حامي، شويه دافي شويه للحمام، باش كيما نقولوا ديك السميد هكا يندلك لي مليح مليح ويجيني رطب كيما نقولوا. هنا راني نعجن فيه، درت له غير شويه تاع ما دكتاش بزاف خواتاتي، خاطرش قلت لكم السميد شويه سي با سا. شوفوا ميم لا كولور تاعه ماهيش مليح، بصح والله جاني واحد المدلوك ماش انا كنت خايفه منه، قلت غادي نسين اونغاجي با جا شباب. المهم لا جا شباب، راني نحطه الفيديو ما جاش شباب ما يخلوه. هنا شوفوا عجنته واحد 10 دقائق، كي عجنته جبت ديك البورصه درت فيها شويه تاع الماء هذاك الحامي، ايو خليتها بريحه واحد النص ساعه ماشي بزاف، كي ريحت عطاني هكا شتو كي ولات تكسل ديك العجينه جات ما شاء الله. هنا دكت لها دلكه خفيفه وخليتها كيما نقولوا تريح واحد شويه، وبوليتهم كاع درتهم واحد لي بولات. شوفوا غير صغار كيما نقولوا كيما حبه تاع ماشي بيض، شويه صغير على حبه البيض. غادي قلت لكم هذا المدلوك غادي نديره مردف، دوك تشوفوا خواتاتي غير تبعوا مليح. هنا كي بوليتهم كاع غطيتهم حوالي واحد 40 غرام تاع الحبه تاع المسمن هذه، 40 غرام كنت وزن، اللي تبغي توزن توزن. هنا دروك شادرت عندي هنا خواتاتي الدهان مارغرين مذوبتها، عندي هنا شويه تاع سميد وعندي الزيت. الزيت خواتاتي انا غير نحل به العجينه، والمارغرين نديرها في الوسط. هنا شوفوا راني نحل فيها غير بشوي نساعف فيه، بصح كي ريح غايه الغايه عطاني واحد المسمن. شنو نقول لكم خواتاتي، راني نحل فيها كيما هكا كيما شفتوني، تبعوا مليح خواتاتي. هنا شوفوا كان نحل فيها، هنا شفتوني هذاك الدهان دوك نديرها في الوسط. شفتوني درت لكم وصفه لي بالدهان تاع المارغرين تاع التوريق، هذا مارغرين عادي هذيك صول ولا اللي عندكم خواتاتي. هنا ندير شويه تاع المارغرين في الوسط، نزيد لها شويه تاع السميد، هذاك السميد شوفوا يشرب لكم كاع داك لي دام وما كيما نقولوا ما يضركمش، وراكم عارفين السميد يشرب هذاك لي دام. هنا نطبق الطبقه الاولى، كم خط واحد الاخت في المساء في المدلوك تاع الخطا قال لي فاتت، قالت لي راكي تكثري لي دام، لي دام مضر للصحه. وانا نقول لها اختي الله غالب المدلوك يليق ان نحلوه بالزيت هكا وبالدهان،
مانيش نكتر. كاين اللي يديروا فيها هكا يشرشخوه بالدهان، انا ندير غير شويه خاطركم ما طيبيش خواتاتي بالزيت ولا بالدهان، يجيكم ناشف وما يجيش الشباب، يجي كل كسره. هذه هي وصفه تاع المدلوك اللي قلت دي لها تحليها بالزيت وزيدي لها داك الدهان، مانيش نكتر خواتاتي. شوفوا هنا راني نحل فيها ديك الطبقه الاولى، خليتها تريح على جهه، راني هنا ندير الطبقه الزاوجه. شوفوا هنا هاني غير بشويه نوري لكم خواتاتي، نتودوك نزيد ندير ثاني شويه تاع دهان في الوسط وشويه تاع السميد. داك السميد رطب لي خليت منه، اللي درت هذا الكيلو خليت منه شويه. انا حلوها غايه، شوفوا هنا مانيش نكتر بزاف خواتاتي. جا ومام كي طيبته ما طيبتهاش بالماء الدهان ولا درت فيها قطره، ما درتش عطيت غير هكا. نزيد دير داك الطبقه نديرها في وصله اخرى ونبلع كيما كشتوني خواتاتي. نكملهم كاع دوك، نزيد نعاود لكم وحده على السريع تشوفوها بالخف. شوفوا هنا دروك شنو ندير، دوك شيت كاع نطبقهم خواتاتي، كاع نطبقهم كيما هكا ونخليهم يريحوا. شوفوا هنا كي راهي داك العجينه كي راهي دايره ديك الفقاعات، راهي ما شاء الله معجونه، تقولي اجنتها في البيتغا. شتوني ديك الطريقه اللي نعجن بها المسمن ولا المدلوك، ساهله بزاف ما تدي لكمش وقت ولا المجهود كيما نقولوا، بالخف تاخو ما تعطيكم نتشتوني السميد. هذا السميد ماشي شباب، شوفوا هنايا النتيجه اللي عطاتها لي ما شاء الله. ديروا هكا مارغارين شويه سميد، طبقوا الاولى زيدوا الزاوجه، كملوهم كاع وخليهم يرتاحوا، غطوهم باش ما يديرهمش الهواء. هيا وبداو طيبوا، انا درت عمرتهم كاع بلعتهم. هيا من بعد شعلت داك الطاجين وبديت نطيب. نزيد ندير هنا تاني شويه تاع مارغارين في الوسط ونحط الخبزه الزاوجه، يجي مورق. شوفوا شي كديو هاد المدلوك كيما هاك ما تجيكمش حبه يابسه، تجي كيما نقولوا حبه ملحمه وتجي مورق من الداخل، يجي روعه خواتاتي. جربوا تشوفوا هاد المدلوك وردوا لي خبر، والله غادي يجيكم ما شاء الله، يجي شباب بزاف بزاف. صافي سي بون، دروك انا وريت لكم هادو زوج، دروك نخدم كاع دوك الخبزات تاعي نكملهم. هيا ونبدا نطيب خواتاتي. هنا شوفو دروك نحلو الخبزة تاعي كيما هاكا، نحلوها رقوها مليح مليح خواتاتي. شوفو سوتو في الجوانب باش راكم عارفين راني داير خبزة فوق خبزة. هنا نقصت النار، شوفو الطياب تاع المدلوك هذا اللي يجي مورق نقصو له النار خواتاتي، ديرو النار متوسطة باش يطيب لكم الداخل. هنا شوفو بسم الله ما شاء الله كي راه يطيب. شوفو هنا كي جا هنا كي رميت الخبزة تم نقلبها، متخلوهاش طيب بزاف خاطش عليها باش يتفخ لكم ويجيكم مورق من الداخل خواتاتي. شوفوا كي راه يجي، راني نطيب فيه عشان نقول لكم روعه روعه روعه، واحد المسمن. شوفوا هنا كي راهي تنتفخ، قلت لكم كي تشوفوها صفارت غير تمتم عاودوا قلبوها الشيلات، هاد الشعلة شوفو هناك راهي تفاق راهي تورق، غتكون طيبوها بزاف يجيكم يابس. نقصوا لنا وخلوها تطفي غردة. شوفو هنا الشيت كي راهي تورق، شتو هنا كي جا مورق من الداخل، تقولي رقاق راني نطيباته بيه والله العظيم. نطيبه كاع نوجده كاع كيما كنت تشوفو. شوفو هداك اللون هداك تاع المغرب تاع العسل اللي ديروها تعطيكم هاد لاكولوغ. وهنا صايب قاولي ربي واحد زوج خبزات كملتهم كاع، وجاتني خبزه كبيره. شوفوا هنا بسم الله ما شاء الله، غير كي قلت لكم 3 كيلو تاع السميد ولا كيلو تاع السميد زعما كنقولوا زعما تاع عائله تاكلوا تتشبعوا خواتاتي. شوفوا هنا كي راه مادام هي ريح ويزيد يزيان، مادام العجينه تريح هي تزيد تزيان خواتاتي. انا كملته كاع صايص، هذه بقاو لي دوك زوج خبزات نكملهم ونطيبهم. ها شوفوا هنا شحال بقاو لي غير هادو زوج، المهم غطوهم هذا بصاشي كيما هكا باش ما ينشفوا لكمش. هنا شوفوا خواتاتي داك المدلوك تاعي كي جا الحبه فيها، شوفوا
تعمر العين. شوفوا كي جا واحد المدلوق خواتاتي، اش نقول لكم روعه. شوفوا هنا دوك نقسم لكم، شوفوا لداخل هذاك التوريق كيما نقول كي ديروا خبزه في وسط خبزه، تعطيكم هذا التوريق من الداخل، يجي كيما نقولوا ملحم من الداخل. انا نبغي المدلوك ملحم كيما هكا، ما نبغيش انا هذاك المدلوك اللي يجي يابس. وانا درتهم، كاين اللي كلاوه بالعسل وكاين اللي ياكلوه ناشف، راكم عارفين كل واحد وش يبغي. هنا دروك راني ندير لها في العسل. شوفوا هنا كي جا الشيلات ما شاء الله. وهذه يا حباباتي، نتمنى هذا الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم. ما تنساونيش غير بلي جام والقطه راهي هنا عندك راي. الله يوفقكم، شيء الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.